طيب بالفيديو الماضي لما كنت عم بشرح لكم الاكستنشن اللي ضايفه ضمن ال VS Code فانا رحت كررت الراوت تبعي مرتين لما كنت عم بشرح لكم. هلا بس خلوني احذف هذا الراوت وانتم احذفوه في حال كررتوه عنكم. ليش يا ترى؟ هلا بقلكم ليش. كرمال رجع المشروع مثل ما كان ببدايته، تمام؟ بدكم تلاحظوا شغله ضمن ال VS Code. انا هلا لما مسحت الشيء اللي ساويته، لاحظوا الدويره البيضة اللي كان موجوده فوق، هذا الشيء يعني انا لسه ما سيفت الشغل اللي ساويته. كرمال سيف الشيء اللي ساويته بكبس على كنترول زائد اس، تمام؟ يعني كنترول اس بسيف لي الشيء اللي ساويته. هلا انحفظ التغييرات اللي انا ساويتها على هذا الكود، تمام؟ نرجع انا ليش حذفت هذا الراوت كرمال رجع المشروع مثل ما كان. اذا بتتذكروا بالفيديو الماضي انا قلت لكم انه رح ريحكم من قصة انه كل مرة انكريت مشروع لارافيل ونعاني من قصص النت، لا في عندي حل لإلكم. رح روح على البي سي تبعي، بدنا نفوت على القرص اللي ساوينا المشروع تبعنا فيه. انا قلت لكم ساووا الفولدر اللي سموه كورس لارافيل، رح ندخل عليه. ساوينا فولدر اللي اسمه تيست. انا هذا التيست طبعا المشروع حاليا جديد وما فيه ولا اي تعديلات. طيب بما انه المشروع لساته جديد مثل ما هو فانا رح انسخ هذا المشروع ببساطة كنترول سي وارجع اعطيه كنترول في، رح يرجع يلصقه بنفس الفولدر. هيك بكون لصقته ببساطة، يعني صار عندي مشروع لارافيل تاني ببساطة بدون ما اروح على السي ام دي وارجع كريت مشروع لارافيل وانطر النت تبعي، لا هلا صار عندي مشروع جديد موجود هون. وطبعا بدي اياكم كمان تعملوا اكثر من نسخة. حاليا صار عندي 3 نسخ مشاريع لارافيل جاهزة من الصفر موجودة. بدي اياكم تحفظوا شغلة كثير مهمة، كل مشروع موجود عليه اسم كوبي اللي هي انه هي نسخة، معناتها هذا المشروع لساته جديد. طيب اتفقنا على هي النقطة. اما بالنسبة لهذا المشروع اللي سميناه تيست، لما بدي اشتغل على مشروع فانا بس بغير اسمه كرمال وضح لحالي انه هذا المشروع انا اشتغلت عليه، اما كل شيء فيه اسم كوبي معناتها انا هذا منسوخ لساته جديد، تمام؟ نرجع لنكمل ضمن الفولدر تبعنا اللي سويناه اللي سميناه تيست اللي هو الاساسي، لنكمل فيه ضمن ال VS Code. طيب نسكر نافذة الويب اللي انا كنت فاتحها، تمام؟ نرجع لمشروع اللارافيل تبعي، شفنا كل هاي الفولدرات وحكينا انه كل واحدة رح نشرحها بوقتها، تمام؟ يعني ما رح نضيعكم بانه امسك هاي وقلكم كل شي شو في جواتها وشو بتفيد هاي، اكيد رح بتضيعوا ورح تنسوا كل هاي الامور، لهيك كل شغلة بحتاجها بوقتها فانا بروح بتعلمها وبشرح لكم اياها. لهيك بهذا اول فيديو رح نشرح فيه كود عملي ضمن اللارافيل. اول شغلة لازم اعملها لما افتح مشروع لارافيل شو هي يا ترى؟ رح روح على الثلاث نقاط الموجودة فوق، تمام؟ ورح لاقي شيء اسمه تيرمينال، ممكن تكون موجودة بين الخيارات التيرمينال، تمام؟ المهم انه بدي روح على التيرمينال وقل له نيو تيرمينال، تمام؟ رح تفتح معي بهذا الشكل اسفل ال VS Code. إذا بتلاحظوا على شغلة مهمة إنه هي التيرمينال هي خاصة بالمشروع تبعي، أنا مو نزلته على القرص اللي هو إيه ضمن الفولدر اللي سميناه كورس لارافيل، الفولدر تبعه اللي اسمه تيست، هذا المشروع تبعي أول مشروع لارافيل إلي. طيب بما إنه أنا ضمن هذا المشروع فكل شيء بكتبه هون بيتطبق على المشروع تبعي، تمام؟ فإذا بدي شغل المشروع تبعي طبعاً الأمر اللي بكتبه هون بشغل المشروع تبعي اللي هو هذا المسار. يعني بدل ما اروح على السي ام دي وفوت على الباص اللي هو المسار تبعي، لا انا ببساطه بفتح التيرمينال ضمن ال VS Code كرمال اكتب التعليمات اللي بدي اياها من اوامر لازم نحفظها بعدين. هلا بقول لكم خطوه بخطوه شو اللي شيء اللي لازم نتعلمه. اول خطوه اللي حكينا انه لازم نساويها لما نبلش مشروع لارافيل انه لازم شغل مشروع لارافيل. طيب شو الامر اللي بخليني شغل مشروع لارافيل؟ طيب اذا بتتذكروا اول مره ساويت مشروع لارافيل انا لما كريته من وين جبت امر الكرييت؟ طبعا جبناه من اللارافيل، يعني رحت على الدوكيومنتيشن وتعلمت كيف بكريت مشروع لارافيل. طيب انا هلا بدي اتعلم كيف بكريت او كيف عفوا بشغل مشروع لارافيل تبعي. كمان رح انزل لتحت انا طبعا الاصدار اللي هو الفيرجن 11، طبعا كل النسخ يعني نفس امر التنزيل. طيب انا بالفيديو الماضي عملت كرييت بروجكت عن طريق الكومبوزر، هي الامر اعطاني اياه وطبعا هي في تعليمات ثانيه فيني كرييت فيها مشروع لارافيل.
لكن أنا استخدمت أول تعليم اللي هو هذا السطر كماركرية المشروع. أنا بدي أنزل لتحت رح لاقي الكوماند اللي هي هي السي دي اللي هي شينج دايركتوري، هي اللي بتوديني للتعليمة، يعني هي بتساعدني لأوصل للمسار تبع المشروع تبعي، تمام. أما هون بالتيرمينال مباشرة يعني ما في داعي لحتى أساويها، أنا مباشرة موجود ضمن المشروع تبعي، بس يعني انسوا ولا هي الفكرة. طيب كرمال شغل المشروع تبعي، كرمال اعمل ستارت للمشروع تبعي اللارافيل، فأنا ببساطة بروح بنسخ هذا الأمر، مو بنسخه، خلينا نحفظه دائما لأنه كتير راح نستخدمه أول ما نبلش مشروع اللارافيل. يعني كل مرة بسكر الفيجوال ستوديو كود وبرجع بفتحه فأنا لازم أرجع شغل مشروع اللارافيل. لهيك هذا الأمر اللي هو عن طريق ال PHP، تمام، Artisan. Artisan شو لقينا موجود كان هنيك؟ سيرف، تمام، شايفين PHP Artisan سيرف. وطبعا في اختصار إلى اللي هي السير، انا دائما هيك بفضل انه اعطيه الاختصار تبعه وبعطيه انتر. ملاحظين شو عطاني هون؟ او قبل ما تشوفوا شو عطاني هون بدي اقول لكم انه البي اتش بي ارتيزان هي اللي حكينا عليها بفيديو المقدمة انه عبارة عن اوامر موجودة ضمن اللارافيل كرمال تسهل لي كتير امور. هلا لقدام بنشوف كيف بنستخدم البي اتش بي ارتيزان كرمال نساوي اوامر معينة. حاليا استخدمتها كرمال كريت المشروع مع السيرف، تمام. طيب بالنسبة لهذا الرابط اللي عطاني اياه، مثل ما شايفين HTTP عطاني IP معين اللي هو 127.0.0.1 بالبورت اللي هو 8000. طيب هذا عبارة عن شو يا ترى؟ هذا هو اللوكال سيرفر اللي حاشتغل عليه. طيب انا كيف بفتحه لهذا الرابط؟ مثل ما شايفين هو عم يعطيني انه اذا بدك تتبع اللينك كبيس كنترول وكليك، وفيني انسخه طبعا ببساطه وبروح على اي متصفح وبنسخه مثل ما هو فبيفتح لي محتوى. انا راح اكبس كنترول كليك فهو مباشره بينقلني للمكان اللي بيفتحه فيه. مثل ما شايفين فتح لي هذا المظهر. طيب شو هذا يا ترى؟ هي مثل ما شايفين هذا علامه اللارافيل، هيك فتح لي امور بتخص اللارافيل. مثل ما شايفين اعطاني لارافيل 11، هذا هو المظهر تبعه. طيب من وين جاب هذا المكان؟ مثل ما شايفين انا اعطيته هذا الاي بي مع هذا البورد تبعي اللي هو 8000 فوجهني لهذا المكان. طيب خلونا نرجع على الكود، انا كيف وصلت لهذا المكان. طيب اول شيء لازم اتعلمه ضمن اللارافيل اللي هو الراوتس، تمام. شايفين الفولدر اللي اسمه راوتس، راح افتح الفولدر، تمام، رح لاقي شيء اسمه ويب، تمام. رح ادخل على هاد الويب بلاقي عندي الراوت. اذا بتتذكروا بالفيديو الماضي فتحنا هاد الويب لكن ما شرحنا فيه شيء ابدا. اذا بتلاحظوا مكتوب شيء اسمه راوت. هذا الراوت ببساطة فينا نتخيله ان هي المسارات يلي هي اليو ار ال، يلي هي مثلا انتو كيف تفتحوا اي موقع، مثلا شوفوا اللارافيل، هذا اللارافيل مو له مسار، له HTTPS laravel.com documentation الفيرجن 11، هي كلها ال URL بضل بيتغير حسب المكان اللي عم فوت عليه. يعني مثلا لو غيرت للفيرجن اللي هو 8 لاحظوا ال URL كيف بيتغير، تمام. فهي الراوت هي المسؤولة عن ال URL اللي انا بتجه عليه. طيب حاليا موجودة هاي ال URL، مكتوب اول شيء راوت، تمام. راح بنحط نقطتين وهي عبارة عن جيت. اذا بتذكروا باول فيديو طبعا ما حنركز هلا كثير بالتفاصيل، كل شيء بوقته حلو. الجيت اللي هي بترجع لي بيانات او هي اللي بتطبع لي البيانات تبعي. فانا بهذا المكان اللي هو ضمن السنجل كوتيشن كان المسار فاضي، تمام، يعني ما في مسار اللي هو اليو ار ال لسه مانه مكتوب هون، لكن متجه هو على فانكشن، تمام، مكتوب ضمن الراوت. فانكشن مهمته ان تعمل ريتيرن. هي الريتيرن نحن بنعرف انه الريتيرن بترجع لي شيء معين، مثلا مثل ما شايفين عامل ريتيرن للفيو. طيب شو هي هي الفيو؟ لو بروح سكرنا فولدر الراوت، لو رحت على الريسورس، تمام، الفيوز، تمام، هي الفيو هي نفسها هي الفيو. فلارافيل فهم انه دائما لما تعمل ريتيرن فيو فهو مباشره بيروح على الريسورس على الفولدر اللي هو فيو موجود ضمن اللارافيل بيلد ان، راح بيروح على الفايل اللي اسمه ويلكم. لاحظوا شو موجود ضمن الفيو، موجود فايل اسمه ويلكم، طبعا ويلكم دوت بليد دوت بي اتش بي. طبعا بدي نوه على شغله مهمه، انا نحن اتفقنا انه الكورس تبعنا عباره عن اي بي اي مانو كورس ويب،
لكن مو غلط انه نفهم بس فقط يعني مجرد لمحة نظرية عن شو هو الويب، تمام، وشو هي صفحات البليد. رح ندخل على صفحة الويلكم، بلاحظ انه مكتوب عن طريق ال HTML، تمام، يعني صفحة البليد عبارة عن خليط بين ال HTML وبين ال PHP. لاحظوا كيف كود ال PHP المكتوب هون اللي هي ال F، تمام، لكن في قبلها ال at. هي ال at هي اللي بتسمح لي اني اكتب كود ال PHP مع كود ال HTML، تمام، وفيني اكتب كود جافا سكريبت هون حتى. يعني صفحة البليد هي خليط بين عدة امور مثل ما شايفين. خلوني بس صغر الواجهة كرمال عدل شيء معين. فرضا اذا بتلاحظوا، يعني اذا بتلاحظوا هاي الصفحة كلها لارافيل مساويتها، فانا لما بروح على الراوت تبعي، تمام، اللي هو ضمن، خلونا نفتح التنتين سوا، تمام، هاي الويب تبعي، فهو عم يتجه على صفحة الويلكم، فهو بيعرض لي كل شيء محتوى ضمن هاي الويلكم. طيب نرجع على الكروم، على اللارافيل، لاحظوا شو كان عندي موجود هون من قصص. مثلا خلوني ادور على هاي اماكن موجودة ضمن الكود، فرضان مثلا الدوكيومنتيشن، تمام، نرجع على الكروم، لاحظين ليكا الدوكيومنتيشن، انا لو عدلتها ضمن الكود تبعي خليها مثلا بس دي، وطبعا بكبس كنترول اس كرمال سيب ليكم نقطة، بده حفظ. لما بحفظ التغييرات انا هيك عدلت على الكود، وبرجع بعمل ريفرش للصفحة كرمال شوف التعديلات، لاحظوا كيف صار دي، فانا قدرت اعدل على هي الصفحة الموجودة ضمن اللارافيل. كتير ممتاز. طيب الراوت تبعي، خلونا نرجع نكبر على الكود تبعي، شايفين الراوت تبعي، نحن اتفقنا انه ما في يو ار ال لهاد الرابط، يعني مباشرة مجرد دخلت على اللوكال هوست اللي اعطاني اياها تبع الاي بي والبورت، مجرد ما دخلت عليه بيفتح لي صفحة الويلكم. طيب انا لو غيرت اليو ار ال، قلت له لما تروح على مثلا الاسم اللي هو ويلكم، تمام، لما تكتب ويلكم ضمن الكروم تبعك، لما تبحث عن هذا اليو ار ال، فانت بتوديني على صفحة الويلكم. طيب خلوني اعمل كنترول اس وارجع على الكروم، برجع بحدث الصفحة لنشوف شو حيصير. ها اعطاني خطأ 404 انه الكود، انه ما في، يعني ما في عندي بيج نوت فاوند. طيب انا كيف فيني اوصل لهي البيج اللي ساويناها تبع ويلكم؟ انا مو غيرت المسار وسميته ويلكم، فانا بنسخ هذا المسار ببساطة، بروح على الكروم بعد الاي بي والبورت تبعي، بعمل سلاش وبعمل كنترول في للويلكم، تمام، وبعطيه انتر. لاحظوا كيف صار عندي يو ار ال انا بنيته بايدي، ووجهني على المكان اللي هو لارافيل اللي هي مبنية عن طريق لارافيل هذا المظهر، هيك ببساطة. طيب لنفرض انا ما بدي اقول له روح على صفحة الفيو ورجع لي ويلكم، خلوني احذفها لهي الريتيرن. طيب بدي اقول له ريتيرن، مثلا تخيلوا معي بدي اقول له ريتيرن، او خلوني ارجعه كنترول زد، تمام، هو عم يروح على صفحة الويلكم، انا فيني احذف صفحة الويلكم كاملة واقول له هلو وورد، تمام، برجع على الكروم بعمل ريفرش، لاحظوا شو طبع لي، طبع لي اللي كتبته اللي هو هلو وورد. طيب في عندي، خلونا نرجع كنترول زد للكود كيف ما كيف كان بالاصل، تمام، ونرجع على الويب. انا لو شلت هاي الفيو اللي بدي ارجعه، لو قلت له طبع لي من هون هلو وورد، ببساطة طبعا بيطبع لي الشيء اللي عم اقول له عليه انا، يعني قلت له ريتيرن رجع لي هاي العبارة ضمن اليو ار ال لما اروح لعنده، فبروح بعمل ريفرش للصفحة كمان ضلت هلو وورد. طب كرمال نتأكد انه غير لهديك الصفحة، خلينا نعمل هيك ونعمل ريفرش، ببساطة طبع لي العبارة نفسها اللي انا قلت له عليها. كتير ممتاز. نحن هذا اللي عم ناخده هو عبارة عن لمحة عن شو هي صفحات الويب والبليد، كيف بتتساوى وكيف علاقتها مع الراوت اللي انا بساوي، وكيف بيتجه على المكان اللي هو انا بساوي. طبعا انا فيني اعمل فايل جديد وسميه شو ما بدي، وقول له دوت بليد دوت بي اتش بي، واكتب الكود اللي بدي اياه فيه، وعدل جواته، وارجع نادي لهاد عن طريق فيو بين قوسين، برجع بنادي هذا المكان اللي حطيته انا. ببساطة في كتير أمور ممكن ساويها حاليا، بس خلوني أحذفها.
خلوني ارجع الكود مثل ما كان عن طريق اني اكبس كنترول زد، وطبعا هاي خليني اشيلها، وهون خليني ارجع مثل ما كانت كنترول زد. تمام، انا هيك رجعت التفاصيل مثل ما كانت. طيب بدي اوضح لكم على شغلة مهمة، انه في حال الناس لسه ضايعة، نحنا بهذا الكورس نحنا مو شغلتنا انه نصمم مثل هيك واجهات. يعني هاي الواجهة اللي بتستقبل ايميل وبتستقبل الباسورد، اللي هي بتعمل لوج ان لحساب مثلا معين، فانا مو شغلتي هاي الامور. يعني انا ما رح صمم هاي الشغلات مثل ما شفنا هلا الصفحة اللي فتحناها من شوي وعدلنا فيها، لا، انا مهمتي كباك اند فقط، عم اشتغل شغل باك اند عن طريق الاي بي اي اللي لسه لهلا ما بلشنا فيها. مهمتي اني اختبر، مو عن طريق اني ابني واجهه ومرق المعلومات، لا، مهمتي اني اختبر عن طريق اداه رح نتعرف عليها بالفيديو الجاي. يعني مثل ما شايفين، وقت وضحت بفيديو المقدمه، وقت حكيت انا كيف بارسل بيانات لما اعمل لوجين، شوفوا كيف عن طريق النيم والايميل والباسورد وتاكيد الباسورد، انا هون ما بنيت واجهات كرمال عزب حالي واعمل ادخال لهي البيانات، لا، انا شغلتي ابني الاي بي اي كرمال وصلها للفرونت اند. طيب يعني الفرونت اند يعني ممكن يكون مثلا عم بتعامل مع شخص عم يشتغل برياكت او عم يشتغل بفلتر، فانا مهمتي امن له هي الاي بي اي تمام ووصل له اياها، وهو عن طريق الاي بي اي يلي استلمه بيقدر بيكمل شغله ببساطه. اما اني ابني واجهات وادخل بهي التفاصيل اللي هلا كنت عم ساويها واكتب مثلا تصاميم واعمل فورم وهيك اشكال، لا، هي ما رح بتكون شغلتي ضمن الكورس. انا رح امن الفونكشن تبعي وساوي شغله واختبره مثل ما شايفين كيف بعت النيم والايميل والباسورد. بهي الطريقه رح اختبر الكود تبعي تمام، يعني ما رح اضطر لابني واجهه ابدا. لهيك بالفيديو الجاي رح اتعلم كيف ببلش استخدم الاي بي اي ضمن الكود تبعي، كيف بتعامل معه مع الراوت اللي تعرفنا عليها، هي اليو ار ال اللي كنت ساويه انا، وطبعا رح نزل هاي الاداة اللي شايفينها قدامكم وبلش اختبر عليها فانكشن انا ببنيها.